مجرم الحرب على منصة الكونغرس الأمريكي يقف متباهيا في ظاهره متخفيا خلف جرائمه في خطاب استغرق 56 دقيقة صفق له فيها 82 مرة. نتنياهو الذي جاء ليمسح عن يديه بحور الدماء والدمار والخراب التي خلفها هو وجنوده في غزة على مدار 10 أشهر ومن قبل في حرب شعواء لا تبقي ولا تذر تسببت في استشهاد 37,900 فلسطيني من بينهم 15,000 طفل. إلا أن ثمة حقيقة كانت هناك تنتظر على أبواب السفارة الأمريكية في تل أبيب بتمثال من الحرية وبحور من الدماء، وآخرون تركوا له ديدان وحشرات على طاولة اجتماعاته في الفندق الذي كان يقيم فيه بواشنطن، مضطره إلى مغادرته بجانب احتجاج الآلاف في الشوارع ومقاطعة ما يقرب من 80 عضوا لجلسته. كل هؤلاء أرادوا أن يبلغوا إلى العالم أن مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي كاذب، ولو صدقه بعض من أصحاب المصالح الذين لا عهد لهم ولا أيمان. We'll be right back.